مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من حديث التعليمية، أهلا بكم جميعا. طبعا النهاردة يعني طلاب الصف الأول والثاني الثانوي في حالة ترقب لظهور نتيجتهم، يعني نتمنى أنها تكون بإذن الله تجربة مفيدة ليهم في هذه الامتحانات الإلكترونية. يمكن شفنا قد إيه كانت في ناس كتير بتعترض على الامتحانات الإلكترونية وقت ما أعلن سيادة وزير التربية والتعليم عنها في البداية خالص، في بداية فكرة ولما طرحها، وشفنا قد ايه انها يعني فعلا نفعتنا كتير في الوقت الحالي، بل ان طلاب الثانويه العامه نفسهم بيطالبوا ان هم يمتحنوا ايضا الكترونيا. لكن طبعا سياده الوزير اكد كتير على ان هذا الامر غير قانوني، لان القانون بينص على يعني ضروره وجود قانون موحد او امتحان موحد لطلاب الثانويه العامه. وطبعا هناك ايضا ظروف اخرى زي طبعا حاله الغش، يعني طبعا حصل غش اكيد في سنه اولى وثانيه ثانوي وفي المراحل الطلاب اللي قدموا ابحاث، لكن طبعا دي حاجه صعب انها تحصل في الثانويه العامه. لابد ان تكون العمليه عادله بشكل كبير جدا عشان يعني كل طالب ياخد حقه وياخد فرصته في الحصول على مقعده في الجامعه باذن الله. وطبعا يعني الهدوء واضح ان هو اصبح بيعم الطلاب اكتر، يعني ملاحظ حتى في تعليقاتكم على الانترنت خلاص، يعني هناك الكثير من الطلاب اللي ارتضوا بان خلاص الامتحان هيكون 21/6 ويعني توكلوا على الله باذن الله. يعني بنتمنى ليكم التوفيق، وكلنا في هذا البلد يعني هنحاول ان احنا نكون واقفين جنبكم ونساندكم بكل ما اوتينا من قوة. وطبعا الدعم النفسي والمعنوي مهم على الآباء ان هم يبعدوا ابنائهم عن الاخبار السلبية. وعلى فكرة بجد وبأمانة انا حزين ان للأسف هناك من القنوات المصرية اللي بتهول كتير من ما يحدث الموضوع. يا جماعة كلنا بنخرج وبنروح اشغالنا، ويعني اهم حاجة بس ان احنا نحافظ على الاحتياطات والتدابير المطلوبة مننا، ناخد معانا كمامتنا ومطهراتنا ودايما نحافظ على وجود مسافات بيننا، علشان هي دي اجراءات الوقايه، هي دي اجراءات السلامه. العالم كله دلوقتي بيفتح البلاد، يعني حتى في يعني امريكا اللي هي ما زالت حتى الان اعلى نسبه اصابات، لكن خلاص يعني فكره الستاي هوم دي خلاص انتهت، ما بقاش في حاجة اسمها stay home. بعد ما تعرفنا اكتر على الفيروس وبعد ما عرفنا حدوده بقينا نعرف ان خلاص يعني احنا ممكن نمارس حياتنا بشكل عادي مع اتخاذ الاجراءات والتدابير المطلوبة مننا اللي بتعلن عنها كل المنظمات الصحية ووزارة الصحة المصرية. وبعد كده خلاص بقى يعني خلاص بنسلمها لربنا، ويعني لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فبالتوفيق للجميع، لطلاب الصف الاول والثاني الثانوي، واتمنى التركيز من طلاب الثانويه العامه في الفتره المقبله. عندكم براح وما شاء الله جدولكم حلو جدا، يعني سياده الوزير قال ان كان ممكن الايام دي تختصر لخمس ايام لكنكم عندكم 10 ايام على مدار شهر، يعني بمعنى تقريبا امتحان كل 3 ايام. فرصه عظيمه ان انتم يعني تذاكروا وتراجعوا الماده كويس قبل ما تدخلوها، ده غير طبعا ان امتحاناتكم هتمتحنوا لحد ما توقفتوا عنده يوم 15/3، خدتوا اطول فتره في الثانويه العامه. فاعتقد ان طبعا مريتوا بظروف صعبه بس برضو تعوضت في جوانب اخرى، ان شاء الله تعدوا الامتحان. ويعني زي ما نقول كده ايه، ساعات الواحد بيحس ان ممكن في حاجة هتبقى فيها خطر ليه، يكتشف انها بالعكس فيها خير ليه، يعني بتكون نعمة في ثوب نقمة. فأتمنى ان ده يعني يحصل بإذن الله بالنسبة لطلاب الثانوية العامة. النهاردة يوم تاريخي، يعني لمن لا يعرف النهاردة او امبارح كان يوم تاريخي، يعني الشهر ده برضو في ايام هامة جدا. امبارح كان يوم تاريخي في بلدنا لانه كان بيتوافق مع اعادة افتتاح قناة السويس، هذه القناة التاريخية، القناة العالمية اللي ربطت بين الشرق والغرب، وطبعا اصبحت ممر عالمي هام جدا
وطبعا من الحاجات اللي ميزت اكتر لموقعنا الجغرافي المتميز، طبعا انا فاكر ايام ما كنت في بدرس مادة التاريخ وكان بيقول ان القناة يعني حولت التجارة، طريق التجارة بدل ما كان بيلف حول طريق رأس الرجاء الصالح، فاختصرت المسافة واصبحت معبر مهم جدا جدا جدا. طبعا القناة دي لها تاريخ طويل، يعني ممكن يكون يعود الى التاريخ الفرعوني، لكن كمان مرت بظروف ومحطات هامة جدا، ومرت بفترات اغلاق عديدة. وطبعا اعتقد ان افتتاح القناة الجديدة في يعني حديثا على في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيذكرنا كثيرا بالافتتاح اللي كان في عهد الرئيس انور السادات. يعني اتمنى ان احنا طلاب بقى، يعني الطلاب في الفترة دي، يعني زي ما كنت دايما بنصحكم انكم تحاولوا تتدربوا على عمل الابحاث، فايه المانع ان احنا مثلا حدث تاريخي زي ده نستغله في ان احنا بيننا وبين نفسنا نعمل بحث كده ونبحث ونطلع معلومات ونكتب بحث عن تاريخ قناة السويس، ونعرف قد ايه هي كانت مهمة جدا في التاريخ المصري وقد ايه ربطت بين دول العالم اجمع. معي في هذه الحلقة استاذ محسن رمضان، موجه عام مادة تاريخ بمحافظة الشرقية. برحب بحضرتك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ ياسر، سعيد بوجود حضرتك معانا. انا اسعد والله. والايام بتمر بسرعة يعني. اكيد اكيد، ما هو كده يعني، عمر الانسان عبارة عن مجموعة من الايام، وعمر الدول مجموعة من السنوات. لو حضرتك تشرفت في البداية بموضوع القنال، وخمسة يونيو اعادة الافتتاح سنة 75، هنا نقطة مهمة جدا قبل ما ارجع للتاريخ من ورا. اشمعنى 5 يونيو؟ علشان العدوان الاسرائيلي كان في 5 يونيو، يعني قدر الرئيس السادات رحمة الله عليه يشيل الاثر السلبي بافتتاح القناة، يبقى حول السلبية الى ايجابية. لكن لو بصينا نظرة تاريخية للقناة، اتعملت في التاريخ العصور الوسطى، العصور القديمة، في عصر الدولة الوسطى ايام سنوسرتو، كانت معروفة بقناة سيزوستريس، بس لربط البحر نفس الاحمر البحر الاحمر بالبحر المتوسط عن طريق النيل. وكانت من فرع النيل ممتدة، وكان الهدف منها هدف اقتصادي، ان مصر في العصر ده عصر تنمية زراعية وتنمية تجارية، علشان تجارة مصر مع شرق افريقيا ومع شبه الجزيرة العربية. لكن للأسف نتيجة الاهمال، ودي موجودة القناة على خريطة بتوضح اتجاه القناة اصلا، وهي طالعة من فرع دمياط متجهة للبحيرات المرة، وبعدين متجهة جنوبا لحد السويس. العمليات التاريخية وضعف الدول والعدوان والى اخره، اهملت القناة تماما، اعيد فتحها للمرة الثانية وحفرها للمرة الثانية بنفس المكان، كانت ايام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما عمرو بن العاص عملها، حتى سميت خليج امير المؤمنين. في ظل واشتغلت، كان الهدف منها ربط اقتصادي ايضا. لكن للاسف الشديد في العصر العباسي حصلت ثوره صغيره في مكه، فابو جعفر المنصور يعني احد الخلفاء العباسيين امر بردمها عشان الاغذيه والمعونات ما توصلش الى بلاد الحجاز. دي النظره التاريخيه البسيطه سواء في العصر الفرعوني او العصر الاسلامي. لكن لو اتكلمنا بقى عن قناة السويس في التاريخ الحديث، اللي محدش واخد باله منه، المفروض ان تلامذتنا واهالينا والناس كلها تعرف ان الحملة الفرنسية كان احد استراتيجياتها فكرة توصيل البحرين، لان الحملة الهدف منها انها تفتح لنفسها سكة، تفتح لنفسها طريق. حتى نابليون بونابرت نفسه مع احد مهندسيه اسمه لوبير او ليبير، راحوا المكان ودرسوا فكره التوصيل المباشر. يبقى فكره توصيل البحرين توصيل مباشر كانت مع الحمله الفرنسيه. لكن المهندس لوبير يعني كان في حسابات خطا، قال ان ميه البحر الاحمر اعلى من المتوسط 9 متر وكده، هيغرق الدنيا، هيغرق الدلتا.
فالفكره طبعا تنازل عنها نابليون. لكن لما الحمله انتهت وراحوا فرنسا، في جمعيه فرنسيه متخصصه اثبتت ان ميه البحرين متساويه، ورجعت الفكره. بس كان مين حاكم مصر ساعتها؟ محمد علي. استأذنوا محمد علي انهم يعيدوا دراسه الخريطه بالنسبه للمنطقه اللي بين البحرين، واثبتوا ان ميه البحر الاحمر هي هي قصادها ميه البحر الايه؟ المتوسط. فعرضوا عليه المشروع. هنا بقى يظهر حضرتك يا سربيه فكره الذكاء السياسي. محمد علي حط شرطين، قال لهم ماشي بس بشرط تمول من الخزانه المصريه نمره 2، سياده مصريه نمره 3، اهم حاجه ان القناه حياديه لا تستخدم في الاعمال العسكريه. وقال كلمه شهيره، لا اريد بسفورا في مصر. البسفور اللي هو مضيق البسفور اللي كان سبب مشاكل كتير قوي ما بين روسيا والدوله العثمانيه. علشان كده المشروع تعطل في عصر محمد علي. كان ديليسيبس اللي هو والد فرديناند ديليسيبس، كان من واحد من عايشين مع محمد علي في القصر، وهو فرنساوي. ففرديناند كان صديق سعيد، صديق سعيد ابن محمد علي، وفي سنه تقريبا، ومتعلمين سوا ومتربين سوا. لما توفى محمد علي وبعدين جه عباس وبعدين جه سعيد، فرديناند ديليسيبس جه من فرنسا بقى. حلو، جه لصاحبه لصديقه. حتى بعض الناس تقول لك ايه ده، ديليسيبس اكل سعيد المكرونه. يا عم بس بالراحه علشان نفهم القصه، الخطوره، الاهميه لربط التجاره واهميه القناه دي. طب ما تبصوا على خريطه العالم، عايزين نبص على خريطه العالم وتشوف مصر فين، وجنوب شرق اسيا المنتج للمواد الاوليه، وغرب اوروبا اللي فيه الصناعه، واهميه الاثنين. عايز تعرف بالظبط كده اللي زاد، زي ما حضرتك تفضلت، يعني زادت القناه من الاهميه الاستراتيجيه لموقع مصر. وماشي، وعمل شغل حلو قوي مع سعيد. بس في حاجه، مصر في الاول وفي الاخر ساعتها ولايه عثمانيه، ما ينفعش المشروع ده يتعمل الا بموافقه السلطان. وده مش عيب، لان مصر ساعتها كانت الولاء الديني في العالم الاسلامي اقوى من فكره الوطنيه، فمش عيب ان انا انتمي للخلافه على اعتبار انها خلافه اسلاميه، فما كانش عيب ابدا، عشان ما حدش يعني يدخل في قصص تانية يعني. فلما اتفق معاه لقى معارضه من انجلترا. طيب ليه انجلترا معارضه المشروع؟ ليه؟ ما هو وجود فرنسا هيعطل وهيوجد لفرنسا مكان هنا. وما تنساش ان الهند درة التاج البريطاني، هتبقى فرنسا اقرب للهند. فانجلترا قالت لا. وكان في وقتها يعني صراعات كثيره، صراعات دولي بينهم، فكره التوسع الاستعماري. كان التوسع الاستعماري دي يعني سمه من سمه فكره التوسع الاستعماري، هو صراع ما بين انجلترا وفرنسا من الاخر يعني. ووزت السلطان العثماني حتى على رفض المشروع. طب عشان يهربوا من القصه دي، قال لك طب ما نخليها شركه عالميه واسهم واكتتاب. شفت الناس بقى اللي ايه بتفكر حلو. فهو عاملين اعلنوا عن شركه، وبعد ما خدوا الفرمان الاول، خدوا الفرمان الاول تقريبا سنه 56، لان سعيد تولى الحكم سنه 54، وخدوا الفرمان الثاني للبدايه بقى للتوقيع على المشروع، واعلنوا عن تكوين شركه اسمها الشركه العالميه لقناه السويس. رأس مالها كام؟ 200 مليون فرنك فرنسي. طيب هنا بقى ناخد حته كده، بيساوي كام جنيه مصري ساعتها؟ 8 مليون. يعني معنى ذلك ان الجنيه المصري ب 25 فرنك فرنسي. وطرحت الشركه للاكتتاب. انجلترا ضغطت على الدول طبعا ما تشتريش، وهي ما اشترتش، فبقينا في ورطه، مين اللي هيشتري؟ فالحكومه المصريه اشترت 44% من الاسهم. والحكومه الفرنسيه اشترت ايضا، فرنسا الشركه اشترت. فاصبح معظم اسهم الشركه
مقسمة ما بين مصر وإيه؟ أنا عايز أعود وفرنسا. للفترة اللي تم اتفضل. فيها حفر القناة. لسه هنبدأ الحفرة أهو. حضرتك خلاص اتفقنا؟ مضينا العقد؟ العقد كان بقى مجحف جدا. كان وحش جدا جدا جدا. ده بيدل إن الحاكم اللي غير مصري ما بيبقاش مهتم قوي بمصلحة الدولة. عشان كده هنعمل مقارنة ما بين سعيد جمال عبد الناصر رئيس السادات الرئيس عبد الفتاح السيسي. سعيد في الاول وفي محمد علي الاخر فين بينه؟ ما هو ماشي مات. محمد علي مات سنة 48 رفض في عهده يعني حصل رفض برضو رفض. لا ينكر ان محمد علي صاحب بناء الدولة الحديثة أكيد. لكن ولاده اللي جم بعد منه هي دي المشكل اللي جت بعد منه مش هو مش فيه هو. لما سعيد قعد مع ديليسيبس حط شروط قال لك 80% من العمال اللي هيحفروا مصريين، طب وال 20% الباقيين يا عمنا؟ دول المهندسين والمشرفين من فرنسيين وجنسيات اخرى، اذا مين اللي هيحفر؟ مين اللي هيمسك الفاس ويحفر؟ المصريين. طيب وان طب نظير ذلك مصر مالهاش غير 15%. بس خلي بالك مصر لها نقطتين، لها بقى 44% من اسهم الشركه. ولها 15% من الأرباح. نخلي بالنا من دي. إذا مصر لها مصدرين في القناة اللي هيروحوا بعد شوية للأسف. طبعا شروط كلها إن الشركة بتستولي على كل الأراضي بدون مقابل، إن الحفر العمال، وهنا نرجع لفكرة الصخرة حضرتك. الصخرة عمل إجباري بدون أجر، إن الفلاحين هيحفرهم ومعاهم كمان أكلهم، وعشرين ألف عامل كل ثلاث شهور يتغيروا. عشان كده بنقول شارك في القناة 1.5 مليون مصري يبقى في أرض مصرية، وشارك فيها 1.5 مليون ومات في القناة 125 ألف عامل. ياه حر وبرد، ما هم شغالين صيف وشتاء بدون رعاية صحية، بدون غذاء كويس، بدون أي حاجة منه للسماء، وبالتالي مات 125 ألف. عشان كده بقول إن القناة مش حفرت بفأس مصرية، لا ده حفرت بدماء مصرية. اللي يموت فيها 125 ألف عامل خلال سنوات الحفر العشر سنين. طيب مصر مستفيدة ايه؟ لا كانت كل الاستفادة للشركة بتاعت قناة السويس، ملهاش غير ال 15%. اما الشركة لها حصتها مصر حتى مرحلة التأميم بقى، ده لا ده لسه ده في الحفر. تعالى بقى دي قصة الحفر، ازاي الفلاح يشتغل بالصخرة. وهنا حصل هجرات بقى، هجرات لمنطقة القنال. الادهى من كده ان الشركه قالت ايه؟ طيب يعني سؤال، حضرتك بتقول ان القناه دي لها جذور تاريخيه اكبر كبيرة من كده، كبيره قوي. طب ايه بقى الجذور اذا كان بيتم الحفر في الوقت ده؟ الوقت الهون حضرتك في الوقت اللي حضرتك بتتكلم عليه عن عمليات الحفر. عمليات الحفر انا بلفت الانتباه ليها ليه؟ على اعتبار ان القناه حفرت أنا في ارضنا. كان قبل كده ايه؟ يعني كانت قبل كده ايه؟ مجرد مفيش. كلام؟ مفيش، ده كان كلام لحد العقد، نصوص العقد. لا في التاريخ اللي حضرتك ذكرت، التاريخ القديم، التاريخ الاسلامي، ما كانش الاتجاه المباشر. كان اتجاه ربط البحرين اتجاه غير مباشر عن طريق النيل، يعني لكن لم يكن لها وجود كمجرى خالص. لا ملهاش مجرى، ملهاش وجود خالص. وجودها في العصر الحديث الربط المباشر تم عن طريق دراسة مع الحملة الفرنسية. الربط المباشر للنيل اللي البحر الاحمر اللي هو المتوسط. لكن اللي كانوا موجودين في العصر الاسلامي والعصر الفرعوني طريق غير مباشر عن طريق النيل، وهو النيل بيوصل للبحر المتوسط، وبالتالي هم هيوصلوا لايه؟ للسويس، يبقى في اللي كان اسمها الكلزم يعني. فدي كان طريق غير مباشر، لكن الربط المباشر موجود مع الحمله الفرنسيه مع الدراسات الحديثه. تمام. العقد كان سيء، حتى الترعه اللي حضرتك يمكن بتعدى عليها كتير من اول شبرا كده، اللي فاصله شبرا الخيمه عن شبرا مصر، الكوبري اللي عند كوبري تحيا مصر. الكوبري الجديد المعلق. ترعه المايه العذبه اللي واصله اسماعيليه ومتفرعه من عند اسماعيليه واحد شمال وواحد جنوب. اتحفرت. شوف بقى الظلم هنا. اللي مين اللي حفرها؟ المصريين. واللي هيزرع الارض بالصخره، واللي هيزرع الارض مصريين، ويدفعوا للشركه ضرائب. يعني نظير انه هيزرع الارض يدفع ضرائب. وكانت النتيجة ان الحفر استمر زي ما هو كده 10 سنين. بدأت اول فاس، وهنا الفت انتباه سعادتك،
25 ابريل بيمثل ايه لسعادتك؟ انت حي سينا 82 صح؟ 25 ابريل 59 بدايه الحفر، اول فاس اتضربت عند مدينه الفرمه اللي هي بورسعيد الحاليه. يعني حضرتك برضه حتى الربط وان الحدث اشمعنى 25 ابريل الحفر و25 ابريل سينا تحرير سينا، يعني مش حضرتك ملاحظ التواريخ مهمه جدا كانت عند الرئيس الراحل انور السادات، مهمه جدا بصراحه، يعني كان بينتقد التواريخ بشكل جميل. يعني ده اول حفر استمر لحد لما خلصت 69. طيب جه مين بقى؟ توفى اسماعيل سعيد وجه اسماعيل. اسماعيل ما عجبوش الشروط، ازاي المصريين يشتغلوا بالصخره؟ فرفع قضيه وقبل تحكيم الامبراطور نابليون الثالث الامبراطور الفرنسي. ونابليون قال لا، لازم العمال ياخدوا فلوس حق الحفر، حق شغلهم، يشتغلوا باجر. بس كده يا عم اسماعيل انت غيرت شروط الاتفاق، شروط الامتياز، شروط العقد، وبالتالي تدفع تعويض للشركه 3.5 مليون جنيه. كام سعادتك؟ 3.5 مليون جنيه. طب ميزانيه مصر ساعتها كانت كام؟ 4 مليون. واتدفعت الفلوس وانتهى الحفر وبدات الناس تاخد بسيط كده ملاليم مليمات زي ما بيسموها حق الحفر. طيب ولما جينا للافتتاح 17 نوفمبر، وشهر نوفمبر ده برضو شهر خطير في السنة دي، 1 نوفمبر افتتاح دار الأوبرا المصرية. وخلي بالنا برضو من النهضة اللي عملها اسماعيل ساعتها، انشاء دار الاوبرا طبعا، وافتتاحها كان 1 نوفمبر، يوم 17 نوفمبر كانت الحفله. هي بدات يوم 16 بتلاوات قرانيه والى اخره، لكن الرسمي كانت يوم 17 نوفمبر. نسال بقى نفسنا، الحفله الحلوه العظيمه اللي صورها موجوده، دعا كل ملوك وامراء اوروبا والى اخره، حتى الامبراطوره اوجيني زوجه الامبراطور نابليون الثالث حضرت الحفله. كلفت قد ايه الحفلة؟ 1.5 مليون جنيه في الوقت اللي الميزانية كام؟ 4 مليون. اذا مصر خسرت في القنال 5 مليون جنيه و125 الف عامل تحت التراب، ده غير 1.5 مليون اللي شاركوا في الحفر اللي ربنا نجاهم يعني من الحفر. يعني ده عدد اكبر من اللي ماتوا في الحروب، يعني في الكوبرا طبعا. عدد تخيل انت بتقول 125 الف، وبعدين يرجع كان عدد سكان مصر قد ايه بقى وقتها؟ عدد سكان مصر كان 4 مليون بني ادم، 3 مليون بني ادم، كلهم قد ايه يعني؟ ده عدد يعني 1869 الافتتاح، والمصاريف دي كلها والعالم اللي ماتت. طب ما تنساش ان اللي ماتوا دول كانوا عمال زراعه، فاثروا ايضا على الانتاج الزراعي وعن الارض والى اخره يعني. وطب والعمال اللي بتحفر ال 20,000 كل 3 شهور؟ طب ما هم سابوا ارضهم اللي كانت معروفه حتى لما اجدادنا كانوا يقولوا لنا، يقول لك ايه، هو انت رايح الصخره؟ وهي الاجبار. المهم انها افتتحت وغرمت مصر 5 مليون وغرامه مصر 125 الف من شبابها. المفروض يبقى فيه عائد بقى. طيب يعني كلمنا كده عن بدايه افتتاحها واول سفينه مرت من خلالها اول سفينه، اولا السفينه اللي شايله الامراء والى اخره، وراها 40 سفينه حربيه في القناه. وكان حفل بيسموه الحفل الاسطوري، يعني حاجه كده اسطوريه يعني. يعني ما تشوف التكلفة قد ايه علشان تعرف الحفلة، بمجرد ما تحط رقم 1.5 مليون، يعني 40% من ميزانية الدولة السنوية اتصرفت في الحفلة، تعرف قد ايه الحفل كان اسطوري. وعملية الافتتاح وعملية السفن اللي ماشية اللي فيها المدعوين وراها سفن حربية، عشان طبعا
تأمينهم وإلى آخره، يعني كسفن تأمينية مش سفن للحرب. بعد الافتتاح طيب إيه المردود اللي حصل على مصر؟ حصلت أزمة مالية، وهي عدم قدرة الدولة على سداد دينها، ومن هنا ما يعرف باسم باب التدخل الأجنبي، اللي هي محاولة إن أنت في أزمة أستغلك. يعني هو التدخل، هل كان الأمر من البداية مدبر ليه؟ لا لا لا، هي الفكرة، فكرة فرنسا إنها دي كانها تربط، هي أكبر مستفيد، لأن إنجلترا بتسيطر على طريق رأس الرجال الصالح، يعني بحريا إنجلترا الأقوى، ففرنسا عايزة تهرب من طريق رأس الرجال الصالح اللي هي بتسيطر على إنجلترا بقوة بحرية. يعني إنجلترا معروفة إنها كانت أعظم قوة بحرية موجودة، لكن الفرنسيين كانوا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس يعني. وفرنسا كانت أكبر قوة عسكرية، يعني بنقول فرنسا كانت شاطرة على الأرض وإنجلترا شاطرة في البحر. أكبر جيش، الجيش الفرنسي، وأقوى أسطول، الأسطول الإنجليزي، وبالتالي كانت فرنسا عايزة تهرب من مواجهة الأسطول الإنجليزي اللي بيحمي طريق رأس الرجال الصالح. يعني هي فكرة تنمية تجارية في الأساس. صراعات. صراع ما بين إنجلترا وفرنسا اللي هم القوتين العظمتين اللي موجودين في الوقت ده، وكانوا بيريدوا الهيمنة على العالم. سعادتك هتاخدني لكلمة صراع، لو بصيت كده دايما هتلاقي في قوة عظمى في العالم، يعني الفرس والروم، البرتغال والأسبان، الإنجليز والفرنسويين، أمريكا والاتحاد السوفيتي، يعني هي دايما تسلسل تاريخي للأمم يعني. فكان الصراع ده موجود، علشان اهرب من الناحيه دي لازم اخش من الناحيه دي، ومن هنا جت الفكره. بس في الاول عبقريه الفكره انها هتوفر قد ايه وقت، وبعيد عن ايد انجلترا، وهتوفر قد ايه مال. دي كلها حاجات ليها مدلول. لما حضرتك تشوف الخريطه كده، التجاره من جنوب شرق اسيا لاوروبا، بدل الدوران حول افريقيا اللي هياخد 3 اشهر، ده مشروع خطوة. عالمي يعني. مشروع عالمي، مشروع، وده اهم مجرى ملاحي عالمي. اهم من قناة بنما حتى الان. حتى الان اهم من قناة بنما. حتى الان انت دايما حضرتك يا سيدي عايز تخليني اقفز. ما هي كلمة حتى الان ده هتدخلني في ازدواجية القناة. القناة الجديدة. وليه؟ فده حتى الان ده نتكلم فيها. هنجلها ده موال تاني يعني. ده عمليه سرد بقى للي حصل. وعايز اوضح لسعادتك والمشاهد قد ايه مصر خسرت بشر ومال في القناه ديت، اللي هي ماشيه في ارضها، يعني في ارضنا، واحنا اللي حفرناها وخسرنا فيها فلوس كتير قوي. المردود، حصلت ازمه اقتصاديه. راح عمنا اسماعيل بايع ل 44% من الاسهم اللي هو ملكيه مصر من الشركه. طب مين يشتريهم؟ هو مين اللي كان معارض في الاول؟ انجلترا، صح؟ اشترتهم، اصبحت الشركه ملك انجلترا وفرنسا. مصر مالهاش ملكيه، باعت الاسهم بتاعتها عشان تسد دينها. ده في عصر اسماعيل سنه 75. احنا عايزين بس عشان برضو وقت الحلقه، عشان يعني وقتها ننقل لتوفيق. لما عزل اسماعيل وجي توفيق باع ال 15% اللي هم نصيب مصر من الارباح، يبقى مصر مالهاش. 1880 ما كانش مصر لها حاجه في القناه. نعم. 82 حصل الاحتلال. شوف الكوارث اللي حصلت على مصر. كده خليك البيس اعلى الكوارث اللي حصلت على مصر من الايه؟ من القناه. 82 كانت مدخل الجيش الانجليزي لاحتلال مصر. طب وبعدين؟ وحصل الاحتلال واحتلت انجلترا، بس ما كانش في حضرتك اتفاقيه دوليه ساعتها تقول على حياديه القناه، لحد لما اتعملت اتفاقيه القسطنطينيه 1380، اللي هي بتقول ان القناه على الحياد، يعني عدم مرور، ودي ماشيه لحد دلوقتي على فكره، ان عدم مرور اي مركبات او استخدامها في الاغراض العسكريه الا باذن مصر. طبعا حاليا باذن مصر، يعني اي ممر لا دوله حياديه الممر، لانه ممر تجاري، هو الهدف منه انه ممر تجاري، ممر اقتصادي، ما هوش ممر عسكري. لحد 1910 بريطانيا اللي هي انجلترا عايزة
تزود العقدة ب99 سنة تضيف عليه 40 سنة كمان. تعرف كلنا حتى الأولاد في المدارس عارفين إن مدة الامتياز 99 سنة، مدة العقد 99 سنة. لا، إنجلترا حاولت تزوده 40 سنة. الوطنيين طبعا ومحمد فريد وقفوا قدام المشروع، وبالتالي ما تنفذش المد. جاء أول تعطيل، دي تاني تعطيل للقناة في الحرب العالمية بقى الأولى. اتعطلت، وخلي بالك بقى من عملية الإغلاق اللي هنجي لها الافتتاح فيما بعد. أغلقت سنة 82 مع الغزو الإنجليزي لمصر. أغلقت في الحرب العالمية الأولى. أغلقت في 67. وأغلقت في الحرب العالمية الثانية. وليه أنت قلت 67؟ عشان نمشي بسرعة. وليه ما قلتش أغلقت سنة 56؟ مش في العدوان الثلاثي؟ صح. العدوان الثلاثي دي مؤامرة ما بين انجلترا وفرنسا واسرائيل على مصر، ان اسرائيل بس الفترات اللي اغلقت فيها، يعني انا اعتقد ان اكتر فترة اغلاق الفترة دي اللي هي بين 67 و لا برضو كانت فترة الحرب العالمية الاولى. الحرب العالمية الثانية اغلقت 75 يوم بس. في 56 اغلقت من اكتوبر 56 كام سنة مثلا ولا لا اشهر اشهر لحد ابريل 57، لان اسرائيل انسحبت من سيناء في يناير في ابريل. وهنا زي ما حضرتك قلت في الحفر كده لقوا الاثار للمعارك وبعض القوارب الحربية والكلام ده كله. سنة 56 عيد افتتاح القناة سنة في ابريل 56. تمام. وشغالة زي الفل لحد لما حصلت حرب 5 يونيو 67. اغلقت بعدها حوالي 8 سنين تقريبا. اغلقت من 5 يونيو لحد 5 يونيو 75. طبعا زي ما قلنا في بداية الحلقة ان التاريخ ده اختاره الرئيس السادات عشان يمحو من ذهن المصريين يعني حول الهزيمة لنصر. الهزيمة ويبقى تبقى ذكرى جيدة يعني. بدل ما تقول 5 يونيو هزيمة، لا قول 5 يونيو افتتاح قناة السويس. 5 يونيو حدث عالمي، وهو فعلا إعادة حفلة لإعادة افتتاح القناة. بس بدأ التطهير مش في سنة 75. ثواني بقى، طبعا يعني زي ما حضرتك قلت أستاذ محسن، يعني أكيد طبعا القناة مرت بفترات كان فيها حروب وعدوان ثلاثي وحرب عالمية أولى وحرب عالمية ثانية وحرب 67. كل ده بالتأكيد ترك مخلفات داخل القناة من مخلفات الحروب، فبالتالي كان لابد من القيام بعملية التطهير حتى يعني تسهل المجرى المائي وتمر فيها السفن بأمان. تمام حضرتك. لو حضرتك بصيت بقى بدأ امتى الحرب؟ اكتوبر خلصت امتى؟ في اكتوبر. تمام. ما بدأت 6 وخلصت يوم 28 اللي هو قرار قبول الطرفين وقف اطلاق النار. يعني في ديسمبر قام رئيس السادات بعملية أكبر عملية لتطهير القناة من أولها لآخرها تاني بطول 165 كيلو. كان فيها بقى إيه؟ أولا بقايا كل الدانات، وفيها على فكرة لقوا فيها دانات حية، يعني كان ممكن تنفجر. بقايا كل الدانات اللي هي المقذوفات. المقذوفات. المقذوفات وبقايا قوارب وبقايا موجودة من أيام الحرب العالمية. ده كله موجود، عشان كده فعلا اثر على السفينه تقريبا. اكبر عمليه تطهير اللي تمت من ديسمبر 73، يعني خلت ديسمبر و74 و75 سنه ونص او سنه وثمان شهور. طيب امتى بقى حكير. انشئت هيئه قناه السويس؟ الهيئه انشئت بموجب قرار الرئيس جمال عبد الناصر بالتأميم. لما قال عبد الناصر، ودي كانت سبب من الاسباب الرئيسيه لعدوان الثلاثي، لما قال عبد الناصر تؤمم الشركه العالميه لقناه السويس شركه مساهمه مصريه. وهو نقل ملكيه الشركه. اهميه الحدث ده بقى يعني كجزء من تاريخ القناه ومصر، اهميه الحدث ان من اللحظه دي بس بدات تبقى عنصر اساسي في الاقتصاد المصري. قبل كده عنصر هدام للاقتصاد المصري. لان مصر لم تنتفع بجنيه واحد من القناة
لحد سنة 56 هل 26. لم تكن أيضا لديها أي هيمنة على القناة؟ بالعكس ده كانت دويلة داخل الدولة. إن قناة السويس موجودة في مصر دويلة داخل الدولة. إنها ذات نفوذ هي وجمهور اسكندرية دول كانوا حاجات الأجانب حاطين ما كانش المصري يعرف يدخلها. ما كانش محظورة على المصريين. حتى اقتصادها ما مصر ملهاش دعوة باقتصادها، يا مصر تمتلك كيف القناة؟ ما هي باعت نصيبها. عشان كده بنقول ان دي كانت فعلا دويلة داخل. احد السلبيات الخطيرة اللي حصلت انها كانت دويلة. عشان كده اهمية تأميمها مش عشان الفلوس بس. ده فرض الهيمنة السياسية لمصر على ارضها. يعني خدها من زاوية مش هيمنة بتاعتنا، فرض السيادة. يعني بص لها من ناحية سيادة، ده ارضنا ولا مش ارضنا؟ اكيد. نحط ايدنا عليها ولا نحطش؟ هنحط ايدنا عليها، بتاعتنا، حفرناها في ارضنا وبفلوسنا، نحط ايدنا عليها. تمام. عملية التطهير دي ما كانتش سهلة خالص طبعا. يعني وبرضو ما اعتقدش ان احنا كان عندنا وقتها الامكانيات اللي تخلينا نقوم بعملية التطهير بنفسنا. بيسموها عمليات التغويص. هو انت دلوقتي حضرتك لما تجيب كراكات هتنزل كم متر يعني؟ وخلي بالك ان لما انشات القناة كان عمقها 8 متر، مع تطوير بناء السفن اصبح الغطس اكبر، يبقى لازم تتعمق. يبقى عملية تطهير وتطوير وتعميق. بالاضافة يعني ما اعتقدش كله... في الوقت ده كان هناك المعدات الحديثة اللي موجودة دلوقتي عشان تسهل عملية مثلا تطهير القناة. يعني احنا ممكن نلاقي في القناة مثلا ايه طيارات، ممكن نلاقي سفن، ممكن نلاقي يعني حاجات ثقيلة جدا. كراكات وغواصين. يعني الغواصين بيمشوا الاول على اساس لو فيها اي قنابل لم تنفجر او كده نتيجه، ده غير بقى الغام والقنابل دي. أيوة. كانت دي مشكله ثانيه، الخط اللي كان موجود والدنيا كلها واللي وقع والطيران والسفن اللي غرقت والكوارب اللي غرقت. اعتقد كان في شركات اجنبيه مصر استعانت بيها في تطهير القناه. ما هو ما تقدرش القناه بطولها ده كله ما تقدرش انت لوحدك تعمله في سنه ونص. عشان كده تم الاستعانة بشركات وما خدت فلوسها بالشركات لسبب. انا اللي يهمني كان انجز افتتاح القناة. لحضرتك لو بصيت كده ليه؟ ما هو عناصر الدخل القومي او العملة الاجنبية او النقد الاجنبي، القناة احد العملة الرئيسية اللي بتخش على خزينة الدولة مباشر. يبقى كان لازم اسرع في عملية التطهير اللي من دي. عشان كده الحرب خلصت في اكتوبر، التطهير بدأ في ديسمبر. وده مش على فكرة مش عشان احنا بس، ما هي كانت حاجة غرب اوروبا ايضا، كل الدول لسرعة عملية. عشان كده شركات عالمية ساهمت في التطهير، بس لمصلحة اوروبا، لمصلحة التجارة العالمية. يعني انت عارف كله يغني على ليلاه. الحد لما حصل طبعا استردت مصر سيادتها الكاملة وبقت عنصر يدخل. تعال على القصة مسك الختام. انا بس عايز اقول ان كان في طائرة انجليزية اسمها سبيد فاير. الطائرة دي يعني كانت ضربها الالمان في اثناء الحرب العالمية الاولى، ودي من المخلفات اللي وجدوها في عملية التطهير الخاصة بقناة السويس. تمام. انا كل اللي فاهم مش عايز ادخل بقى في الايه، في قصة الحرب ومخلفات الحرب. لا انا اقصد يعني ان عارف حضرتك لما يبقى في اثر. أيوة. من ايام الحرب العالمية الاولى برضو كان يعني بس. طب وليه ما هم لقوا اثار عند مدينة الفرمة لهب وسعيد؟ اثار كبيرة، وجنوب الفرمة وكان فيها اثار، واثار من العصر الفرعوني. في حاجة كانت خطيرة جدا. يعني عملية الألغام اللي كانت موجودة في القناة دي مش حاجة سهلة. فعشان يبقى في أمان، وأي دولة تشعر بأمان إنها ترسل سفنها عبر قناة السويس، كان لابد من التأكد من إن عملية التطهير تمت يعني بنسبة 100%. علشان كده كان في غواصين، مش معدات بتطلع بس سعادتك، كان في غواصين إلى جانب المعدات برؤى العين كمان. وفي أجهزة للكشف عن الألغام. يعني بأمانة سنة ونص من العمل اللي ما وقفش على مدار 24 ساعة، عمل متواصل، عمل دؤوب. علشان العالم محتاجها زي ما أنا محتاجها. أنا محتاج العائد بتاعها، والعالم محتاج يقصر المسافة. ولاحظ حاجة تانية حضرتك،
ودي اللي خلت العالم كله يتحرك ويساعد ويساهم. هو برميل البترول ساعتها كان بكام؟ 73 قفز الى 40 دولار ساعتها، وده مبلغ كبير من نتيجة الحرب. طيب ده هيكلف السفن المدوران حول افريقيا كام؟ لا طب ما انا عايز اطهرها بسرعة علشان طيب أفتح. هل عملية التطهير يعني قامت بناء على استراتيجية هندسية ولا كانت بتتم بشكل عشوائي؟ لا طبعا عشوائي. مش عشوائي. مفيش عمل تقوم به الدولة بشكل عشوائي. مفيش حاجة الا مخطط لها عموما. عشان ننجز بقى الحلقة عايزين ننتقل سريعا اللي نفسي اتكلم فيها. النقطة المهمة بقى يعني هو الحدث اللي احنا امبارح كنا المفروض بنحتفل بيه. وما نحتفلش ليه ايضا؟ القناة طول عمرها وان واي. القناة طول عمرها وان واي. طريق مفتوح، قافلة الجنوب طالعة للشمال، ولما تخلص تنزل قافلة الجنوب. تمام. اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا استراتيجية في القناة الجديدة، ازدواجية القناة اللي هو القناة الجديدة. وده اكبر، انا بعتبره اكبر مشروع استراتيجي اتعمل من ضمن المشروعات الاستراتيجية. واعتقد ان اثار المشروع ده هتبان اكتر لاحقا. مش مهم. بس كان لازم يتعمل. حتى الناس قالت ده هتكلف 64 مليار او اتلم 64 مليار. قلت والله لو 164 مليار لازم يتعمل. لازم. سهلت حركة السفن اكتر. طبعا بقى دلوقتي رايح جاي. رايح جاي. كانوا ناس يعني ممكن سفن كانت بتقعد بالساعات بتنتظر. في حاجة تانية. بص للاستراتيجية التانية. هو دخلك انت ايه غير القنال والسياحة ضربوها لك بطيارة في سينا. وتحويلات المصريين ضربوها لك، وصادراتك انت اصلا ضعيفة. تمام. ناقص دي يضربها عشان يوقع الاقتصاد. لا والله لو اتكلفت 600 مليار هتتعمل. وده يعني فكرة السادة الرئيس السيسي في اتخاذ قرار ازدواجية القناة والمراسم اللي تمت يعني وقتها. لا انا اقول لك على حاجه فكرتنا يعني اعتقد يعني احنا شفنا حاجه ما شفناهاش في جيلنا يعني شافها ربما. لا هقول لسعادتك على حاجه. عندك ثلاث مراسم للافتتاح. عمليه الافتتاح ايام اسماعيل، عمليه اعاده الافتتاح على ايد رئيس السادات، المحروسه افتتاح المركب المحروسه. العمليه الثالثه وهي الافتتاح القناه الجديده. الحفلتين بتوع الافتتاح بتاعت الرئيس السادات والرئيس عبد الفتاح السيسي قليلين علشان حاجه. ان هم عينهم على اقتصاد الدوله. هتصرف منين؟ حرام علينا. تعرف اعمل حاجه حلوه قوي قوي بقى لي ايه تكلفه. فعلا كانت حفلات في زمن قياسي طبعا زمن كمان قياسي. مع تطور العصر والالات الحديثه. يعني طبعًا. الالات الحديثه دي لو كانت موجوده وقتها ما كانتش عمليه الحفل. ما كناش خسرنا 125 الف او 10 سنين. شوف المده دي قد ايه. اما الحفل ده الاسطوري دوكها اللي اتكلم. طيب تقول ايه للشباب ككلمه اخيره يعني في اهميه ان هم يهتموا بحدث مثل قناه السويس ودراسه تاريخها عبر العصور؟ اقول لهم خلي بالكم، خلي بالكم ان قناة السويس ما هياش ترعة. ده اهم مجرى ملاحي عالمي وله اهمية استراتيجية اكتر من الاهمية الاقتصادية. طيب البعض ممكن يتساءل يعني هل مع تطور العصر وظهور الطائرات الحديثة اللي ممكن تنقل البضائع بسرعة وبكميات كبيرة، هل ده ممكن يأثر على اهمية قناة السويس؟ هو زي ما في تطور في السفن العملاقة. يبقى انا دوري كدولة عيني على القنال بحيث انها تتحمل مرور السفن العملاقة. تمام. طبعا دي صورة يعني دخلت التاريخ. طبعا صورة الرئيس وهو بيفتتح القنال في اللي حفرت في وقت قياسي. وعجبنا قوي الحفلة الحلوة قوي. مراسم الافتتاح. انت عارف حضرتك انت زي اللي بيبني بيته. تبقى مبسوط بيه ازاي وانت جاي تسكنه. هو الرئيس لو انت بصيت يعني انت عارف اللي بيبني مصر ومبسوط باللي اتعمل ده كلنا مبسوطين. مش هو بس التاريخ يعيد نفسه. لا بشكل اخر. بشكل اخر بس هو برضه في تشابه شويه يعني. دايما يعني احنا اللي شاف افتتاح مثلا في تصحيح. تصحيح لاخطاء الماضي. يعني ما ينفعش ادفع تلت ميزانيه مصر في افتتاح قناه دلوقتي يبقى معلش يعني. تمام. لكن طبعا هي من المشروعات الهامة جدا
اللي بنفخر بوجودها في مصر، اللي ربطت بين الشرق والغرب وقدرت ان هي برضو تدي لمصر مكانة جغرافية استراتيجية اكتر، وبالتالي يعني لابد ان احنا نحتفل بيها كل عام. ودي على فكرة الذكرى الخمسة واربعين، يعني 45 سنة على إعادة الافتتاح اللي هي كان في أيام السادات. أو بس لم يتبقى خلاص وقت، فلو حضرتك هتنهي الحلقة بكلمة. هو كلمة واحدة أختم أقول لشبابنا حاجة ولأولادنا حاجة، هو ليه محلات الذهب بيبقى عليها حرس لأهمية الذهب؟ عشان كده القناة لازم يحرسها جيشنا الكوي. نعم. لأن مصر حتة ألماظ ودي حتة منها، يبقى لازم عيوننا كلنا تبقى حراسة على حتة الذهب والألماظ اللي هي مصر دي. بشكرك في ختام الحلقة أستاذ محسن رمضان، موجه عام مادة التاريخ بمحافظة الشرقية، سعدت بوجود حضرتك معنا. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات القيمة، يعني اللي أعادتنا بالتاريخ إلى عصور قديمة، وتناولنا من خلالها المحطات الهامة في قناة السويس، هذه القناة اللي امبارح فقط كنا بنحتفل بإعادة فتحها بعد 8 سنوات من الإغلاق في بعد حرب 67، وطبعا كان في حرب 73، وبعد كده بدأ يتم إعادة افتتاح هذه القناة. إعادة الافتتاح ما كانش أمر سهل، كان أمر يعني دخل فيه عمليات هامة جدا وكثيرة جدا، وكانت عملية معقدة من أجل تطهير هذه القناة من كل ما يشوبها من آثار ومخلفات الحروب، والاطمئنان على سلامتها وتطهيرها التطهير الكامل الذي يضمن عودة الممر الملاحي العالمي من جديد. وطبعا كانت هذه هي النتيجة، ومن ثم لابد أن يعني نهتم بهذه القناة، بهذا الحدث الجلل. كنا معكم وهذه الحلقة، مشاهدينا الكرام نشكركم ونلقاكم في حلقة أخرى من البرنامج. دمتم في أمان.